قالت نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية لشؤون التوزيع والتوثيق فوزية دشتي إن المؤسسة لا تسحب بيوت المتوفين، مؤكدة أنه يمكن للزوج أو الزوجة طلب إصدار وثيقة التملك. وردا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالات إصدار وثائق التملك، أكدت دشتي أن المؤسسة لا تقوم بسحب البيوت بعد وفاة رب الأسرة، إنما يعاد تسجيل تخصيص المسكن الحكومي للمستحقين من أسرة المتوفي، وتصدر الوثيقة وفقا للحالة الاجتماعية والسكنية وقت تقديم الطلب بعد الوفاة، موضحة أنه في حال وجود حالات غير نمطية فإنها تعرض على لجان البدائل السكنية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. خلال استضافتها وعدد من قيادي الرعاية السكنية في ضيافة ديوانية ناطر بيت، أكدت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري التزام الحكومة بتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنويا لمدة 5 سنوات، مطالبة الإسكانية البرلمانية بإمهالها حتى يونيو القادم ليتم الإعلان عن خطة التوزيعات المقبلة. بالنسبة توزيعات 2018-2019 أنا أحب أؤكد أن كان في توجه حكومي والتزام حكومي أمام مجلس الأمة وأمام اللجنة الإسكانية، اللي أحب أني أوجه لهم كل التحية والتقدير على جهودهم الواضحة أيضا في مشاركتنا في الدفع بعجلة القضية الإسكانية، إن كان في التزام معاهم بتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنويا لمدة 5 سنوات، ولله الحمد الحكومة التزمت، واللي يعني أعتقد إن أحب إني أوجه كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الإسكان السابق الأستاذ ياسر أبل، اللي قطع شوط كبير في تنفيذ التوجهات الحكومية خلال 4 سنوات اللي فاتت، وإن شاء الله نأكد على أن الحكومة ملتزمة بهذا الاتفاق مع مجلس الأمة. وأنا حضرت في اللجنة الإسكانية وطلبت منهم مهلة أن في نهاية في شهر 6 القادم أن راح يتم الإعلان إن شاء الله من خلال اللجنة الإسكانية عن التوزيعات ل 2018-2019 بعد ما نكون استكملنا التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية في هذا الشأن. ليش صارت جنوب صباح قبل جنوب سعد؟ بس للعلم جنوب صباح وقع العقد في 18-9-2017، العقد وقع بعد عقد جنوب سعد، ولكن عقد جنوب صباح في فيسز، في مراحل، ففي مرحلة أولى تسلم فيها المخططات لنصف المساحة مال جنوب صباح، ومرحلة ثانية تسلم النصف الثاني لتخطيط هذه المنطقة. فلذلك تلاقي إن مع إن توقع بعدها بس راح يكون في استلام للمخططات لنصف هذه المدينة قبل جنوب سعد، هذه طبيعة العقود اللي وقعت في ذاك الوقت.